السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا داس عني الخط الدفاع الثاني، بحيث عند دخول ميكروبات إلى العضوية، مثلا إثر حادث كخدش أو حريق أو جرح، يتم اختراق خط الدفاع الأول فتتكاثر بسرعة كبيرة لتغزو العضوية. فهنا يتدخل خط الدفاع الثاني لوقفها عن حدها. من خلال الجرح تغزو الميكروبات العضوية فتستجيب استجابة تدعى التفاعل الالتهابي، وهي استجابة محلية، يعني تحدث في الموضع الذي تم فيه العدوى. الأعراض المرئية في هذه الاستجابة كما نلاحظ انتفاخ، احمرار وارتفاع موضعي للحرارة، إحساس بالألم، خروج القيح. سبب في هذه الأعراض هو انتفاخ منطقة الإصابة بسبب خروج البلازما وتجمعها في منطقة الإصابة وتجمع كريات دم بيضاء. أما بالنسبة لإحمرار موضع الإصابة الناتج عن تجمع كريات دم الحمراء بسبب تمدد الأوعية الدموية، وارتفاع درجة الحرارة بسبب تمدد الأوعية الدموية وتباطؤ دورات الدم في موضع الإصابة ونشاط مختلف الخلايا المتدخلة في العملية. أما بالنسبة للإحساس بالألم ناتج عن ضغط السوائل والخلايا المتجمعة على النهاية العصبية الحسية وكذا سموم الميكروبات. القيح نتيجة تجمع بقايا الميكروبات وخلايا الدم البيضاء الميتة والحرة. هذه العملية تعرف بالاستجابة الالتهابية، فهي استجابة محلية تحت الأنسجة الجلدية للقضاء على الأجسام الغريبة بكل أنواعها، يعني هي استجابة مناعية لا نوعية، هي رد فعل مناعي، وهي استجابة فورية وسريعة غير مرتبطة بنوع الجسم الغريب. إذن المراحل الأساسية للاستجابة الالتهابية هي دخول الميكروبات أثناء الإصابة، يعني يخترق خط الدفاع الأول، توسع الوعاء الدموي، خروج كريات دم البيضاء نحو موضع الإصابة يعني إلى الميكروبات فتبتلعها، فتسمى هذه العملية بالبلعمة. البلعمة هي عملية حيوية تنفذها بعض الخلايا كريات دم البيضاء، حيث تقوم بابتلاع الأجسام الغريبة التي تدخل للعضوية والقضاء عليها وفق المراحل التالية. مرحلة الانجذاب والالتصاق، تقترب خلايا الدم البيضاء نحو الميكروب وتلتصق به. مرحلة الإحاطة، تشكل بارعات ذراع تدعى الأرجل الكاذبة تحيط بالميكروب. مرحلة الابتلاع، إدخال ميكروب إلى داخل هيولة في صورة فجوة بارعة. مرحلة الهضم، توجد في هيولة حويصلات بها أنزيمات هاضمة تدعى الليزوزيمات، تقوم بصب إفرازاتها داخل الفجوة البالعة التي تحتوي على الميكروب بهدف هضمه وتسمى فجوة هاضمة. مرحلة الإطراح، طرح الفضلات يعني جودة الميكروب وكريات الدم البيضاء التي فشلت في المهمة. فعند فشلها هنا يتدخل خط الدفاع الثالث، وهذا ما سنراه بالتفصيل في الفيديو القادم، وإلى اللقاء.